سلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم، صحة عيدكم، تقبل الله منا ومنكم. أهلا بكم إلى نشرات أخبار ثامنة. صحة عيدكم، أهلا بكم وإلى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ الشعب الجزائري والجالية الوطنية بالمهجر وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية والجمارك وكل الأطقم الطبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جموع المصلين عبر مساجد الوطن يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في أجواء إيمانية واحترام كامل للإجراءات الصحية. توافد كبير للمواطنين بالعاصمة على المذابح لنحر الأضاحي مراعاة لشروط النظافة والمراقبة البيطرية. وكاميرا تلفزيون ترافق جهود عمال النظافة في إزالة مخلفات عملية نحر الأضاحي والنفايات. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في منى ويقومون بنحر الأضاحي قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. بداية إذن وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الشعب الجزائري والجالية الوطنية بالخارج، وجاء على حسابه في تويتر: في هذا اليوم العظيم الأغر أتقدم إلى كل الشعب الجزائري وجاليتنا في المهجر بتهنئة الحارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأتمنى من الله القدير أن يعيده علينا في العام القادم وقد رفع عنا البلاء والوباء. كل عام وأنتم بألف خير. السيد رئيس الجمهورية هنأ أيضا كل أفراد الجيش الوطني الشعبي. عيد أضحى مبارك سعيد لكل ضباط وضباط الصف وجنود الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، خاصة أولئك الشجعان الأشاوس حماة حدودنا وطننا المفدى في كل وحداتنا ونواحينا العسكرية. كما هنأ السيد رئيس الجمهورية كل أفراد الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية والجمارك. أتقدم بتهنئة الخالصة إلى كل بناتي وأبنائي في سلاح الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية والجمارك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. السيد رئيس الجمهورية هنأ بالمناسبة كل الأطقم الطبية. عيد أضحى سعيد ومبارك لكل أطبائنا وشبه الطبيين، أنتم الذين لم تكلوا في مواجهتكم اليومية ضد وباء كوفيد-19، ويعود إليكم الفضل الأكبر في بقاء منظومتنا الصحية واقفة، فشكرا لكم على تضحياتكم وكل عام وأنتم بألف خير بحول الله. وفي أجواء إيمانية وروحانية وبالتهليل والتكبير والتسبيح، أدى جموع المصلين عبر كامل التراب الوطني صلاة عيد الأضحى المبارك في جو من التسامح والتآخي ميزه الالتزام بالبروتوكول الصحي والتقيد بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة التمسك بتعاليم ديننا الحنيف والحفاظ على النفس والحرص على الالتزام بكل الإجراءات الصحية حماية للأنفس، وهو ما حملته مضامين خطبتي العيد من مسجد أبي ذي الغفار بإليزي. يقول هارون لوميدي: مسجد أبي ذر الغفار بولاية إليزي غص صباح اليوم بالمصلين مهللين ومكبرين في جو من الخشوع والإيمان لعظمة هذا اليوم المبارك. المبارك، وكل عام وأنتم بخير. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم أعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات. صح عيدكم وصح عيد كل الأمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير، واللهم ارفع عنا هذا الوباء إن شاء الله. عيد الأضحى المبارك، نتمنى إلى كل الأمة الجزائرية خاصة والأمة الإسلامية عامة عيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير. ورغم الحالة الصحية التي تعيشها البلاد، إلا أن سكان إليزي لم تمنعهم تبادل التهاني والتبريكات لحلول هذا اليوم. نظرك الناس هي تذبح في الكباش نتاعها، ونتمناو هذا العيد يا ربي يصلح الجزائر ويبعد عليها البلاء هذا
ويبعدوا على المسلمين والمسلمات جميعا. عيدكم وكل عام وانتم بخير، اللهم ارفع عنا هذا الوباء ان شاء الله، وعيد سعيد على الامه العربيه والشعب الجزائري خاصه ان شاء الله. عيدكم مبارك، اعاده الله لنا ولكم بكل الخير والبركات، وكل عام والشعب الجزائري بألف خير. ووسط ظروف صحية استثنائية استقبل الشعب الجزائري عبر كامل التراب الوطني أول أيام العيد وسط فرحة وبهجة، آملين من المولى عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء. المتابعة لصالح قاسم متابع. هو أول أيام عيد الأضحى المبارك استقبله الشعب الجزائري في ظروف صحية استثنائية، أجواء من الفرحة والتسامح والتآخي شهدتها ولاية أدرار. تجمعوا العائلات، يكون كل فرد وحده، ولكن في العيد نضحوا مع بعض، نتلموا مع بعض عند الوالدين. والو مادام يكونوا الوالدين حيين ماذا بينا نتلموا كاع، ما يكونش واحد من هاك وواحد من هادي يقول صلة الرحم. ومن وسط مدينة تمن راست وفي أجواء روحانية تعالت التكبيرات والتهاليل وسط دعوات المصلين الخير للبلاد والعباد. عيد مبارك سعيد للجميع، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، واللهم أعد علينا هذا العيد بالهناء. دسار وفجين كل تماشق كل جزار غرد نسن نهو الكونين ناوانا صحايدكم إن شتانا قد تنمرتنا. أجواء الفرحة بعيد الأضحى المبارك عاشها سكان مدينة بشار وسط الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي. إن شاء الله نديروا بالشيء اللي راه تقوم به الدولة، الإجراءات هذه الوقائية باش للتباعد وكذا من أجل الصحة والعافية إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله للوطن الأمن والازدهار. عيد مبروك على الأمة الإسلامية عامة وعلى الجزائر خاصة. وبمدينة قسنطينة صور للتآخي والتضامن صنعها سكان المدينة احتفالا بعيد الأضحى المبارك. وتطبيق البروتوكول الصحي كتشوفوا رانا كامل مرتدين لي بافير. نتمنوا الصحة والعافية لكل الجزائريين والأمن والأمان والاستقرار لهذه البلاد. سكان ولاية عامة وفي جو من التسامح والتآخي استقبلوا عيد الأضحى المبارك. الجزائر الحافظ، نتمنى لها الحافظ، نتمنى لها الحافظ، ونتمنى لها الله يقد راي ولادها. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله الجزائر تكون بخير. هو يوم مبارك يربط أواصر الأخوة والمحبة بين المواطنين، فكل عام والجميع بخير. والتناصر. الآن يرفع على مسامعنا أذان صلاة المغرب بتوقيت الجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Salaam.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نواصل نشرتنا. ووسط أجواء عائلية تقاسمت اليوم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو رفقة مستشار رئيس الجمهورية اليوم فرحة عيد الأضحى المبارك مع مجموعة من الأطفال المقيمين بمؤسسة الطفولة المسعفة بالأبيار بالعاصمة. المتابعة لحفصة غني. في صورة تضامنية تعودهم عن دفء العائلة ووسط أجواء تغمرها الفرحة والسرور، يحتفل هؤلاء البراعم بعيد الأضحى المبارك. صحة عيدكم، كنت بخير. عجبني الحال غاية، جا المهرج، ذبحوا الكباش، كلينا الكبدة، كلينا لي فريت، جابونا الكباش، ذبحنا 5. برنامج ترفيهي، جلسات جماعية تحظى بها الطفولة المسعفة التي تعد أولوية في برنامج وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة. اليوم ارتأينا أنه نحتفل على الضيق وباحترام بروتوكول صحي مع أطفال المؤسسة الطفولة المسعفة كعينة من أجل إحياء طبعا هذا المناسبة الكريمة تحت شعار أن التلقيح ضمانة لحق الترفيه، وهذه طبعا رسالة كان وجهها الطفل الجزائري بمناسبة اليوم الوطني للطفل اللي احتفلنا به مؤخرا. صناعة من البراءة، يمكن أن ننتج البراءة من هؤلاء الصغار مهما كانت الظروف ومهما كانت الصعاب. سيد رئيس الجمهورية ركز كثيرا على الاعتناء بهذه الشريحة مهما كانت. صحة الطفل من أولويات الدولة وأولويات وزارة الصحة، وبفضل البرامج الصحية اللي وضعتها وزارة الصحة يعني قضينا على كل أمراض، يعني بعض الأمراض الخطيرة اللي كانت تؤدي إلى حالات ووفيات عند أطفالنا. أجواء تعكس القيم التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف، وتبرز أصالة الشعب الجزائري في التكافل والتضامن خاصة في مثل هذه المناسبات. وأجواء من البهجة شهدتها دار المسنين بوهران في عيد الأضحى المبارك، حيث قام المشرفون على المركز بنحر الأضاحي وتوفير جو عائلي للأشخاص المسنين. سيف الدين بن زردة زار المركز وعاد بالتالي. في جو من الفرحة استقبلت دار المسنين الخاصة بالنساء بولاية وهران عيد الأضحى المبارك، أجواء عائلية حاول المشرفون على المركز صنعها في هذه المناسبة بغية مشاركة هذه الشريحة فرحة العيد. أنا فرحانة بالعيد، عيد شباب عندنا. وزيرة ونشكر الوالي ولاية مديرة تاعنا والمربيين تاعنا اللي راهم متعلمين فينا. رانا عايشين غاية هنا، رانا مهنيين هنا، رانا راقدين شاربين. ذبحنا 7 أضحيات من أجل تحضير العيد، ومازال أنا متواصلين باش نوجدوا للمقيمات تاعنا الأجواء الأعياد كما اللي راهي في وسط العائلات الجزائرية العادية. بهجة العيد هنا لا تلغي الالتزام بإجراءات الوقاية من وباء كورونا. السنوات الماضية اللي كان الناس تشاركنا الفرحة وتجي ونخرجوا ونستقبلوهم ولا خرجوش، السنة الله غالب
كما يقول لك تفاديا لهذا انتشار هذا المرض هذا، بين ومن توصيات من الوزارة والوزيرة تحرص وتأكد على أن ما تكونش فيه زيارات وما يكونش فيه خارجات تفاديا للمرض. للإشارة فإن ولاية وهران تضم 17 مؤسسة تعمل على العناية بمختلف الشرائح المحرومة من الدفء العائلي. ووسط تقيد تام واحترام صارم للبروتوكول الصحي، تمت عملية النحر في أجواء اتسمت بالفرحة والعينة من العاصمة مع واسلة بوشارب. وسط إجراءات صحية صارمة يحتفي سكان العاصمة بعيد الأضحى المبارك. الأجواء نفسها بالأبيار، ساحة الشهداء، بالوزداد والويسو. هذا العام الكوفيد كتر ولازم ليجيان، لازم الوجافة، لازم البافات. داينين إجراءات، أنا بالكمامات أنا متباعدين، أنا بعاد على ماناش متقاربين. لا بس الحمد لله ما شاء الله، هاود الحالة راهي مليحة. تزويد الأحياء بالماء أثلج صدور المواطنين. الماء وكاين الحمد لله، طلقوا الحمد لله. الحمد لله الماء راهو متوفر وكاين ما شاء الله. مبارك العام الأخوبة، العام جاي إن شاء الله يكون، وإن شاء الله يبعد علينا المرض هذا، كان تهنا وإن شاء الله. إذن احترم المواطنون إلى حد كبير توصيات السلطات العمومية، فماذا عن الزيارات العائلية؟ زيارات عائلية ما تكونش، احنا هذا العام ما عارفين كل عام نذبحوا كيف كيف، هذا العام ما تلميناش في الدار وحده، كل واحد في داره، كل واحد يسيتي فرع على الوالدين على الاهل تاعو، باش يكون العيد فرحه تاع الصح، كما يقولوا فرحه تاع الصح. ان شاء الله ربي العيد هذا يكون مبارك علينا جميعا ان شاء الله، وربي يرحمنا فيه، وربي ان شاء الله يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء، وربينا ان شاء الله يعطينا الامن والامان. ندعي ربي ان شاء الله سبحانه وتعالى يرفع عنا الوباء هذا، وربي ان شاء الله يحفظنا ويحفظ المؤمنين ان شاء الله. ان شاء الله الامه الاسلاميه قاع يعيدوا بالصحه ولهنا، وان شاء الله ربي يرفع هذا الوباء علينا، وان شاء الله ربي يرفع كما نقولوا قاع الابتلاء اللي رانا فيه. نضم صوتنا الى صوت المواطنين وندعو من الله عز وجل رفع الوباء على بلدنا، وكل عام والامه الاسلاميه بخير. صحة عيدك كل عام وانتم بخير. صحة عيدكم وعام بخير. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. ما شاء الله، كما لا يتوانى عمال مؤسسة ناتكوم في إزالة مخالفات عملية نحر الأضاحي وكذا النفايات، حيث جندت مصالح النظافة منذ الصباح شاحنات خاصة لتنظيف الأحياء والشوارع. أمين شقبقب رافق مصالح مؤسسة ناتكوم وعاد لنا بهذا الروبورتاج. عمال مؤسسة ناتكوم على أتم الاستعداد، فمجهودهم اليوم مضاعف، إزالة النفايات المنزلية إضافة لبقايا أضاحي العيد. حنا كتفنا المجهودات هادوما، كما تشوف سخرنا هاد الوسائل هادوما تاع لرفع النفايات، خصنا شاحنات هادوما سبيسيال مول للهيدوره هاديه وليزوردر تاع الاضحيه هاديه، بالنسبه تاع العيد هاديه نقول لهم صحه عيدهم لكل اسره تاع العمال النظافه وكل مواطنين وعامه الشعب الجزائري. وشنو نوجه لهم نداء باش دائما يخصوا لنا الشغل في الحاويات، يحطوا في الحاويات لي زودو ميناجير ويحطوا بالجانب الهيدوره هذه باش يسهلوا لنا عمليه رفع النفايات. الفاعلون وجمعيه الاحياء ساهموا في توعيه المواطنين وتنظيم اماكن رمي القمامه، رغم تسجيلنا لبعض التجاوزات والرمي العشوائي هنا وهناك. المواطن تاعنا ان شاء الله يكون واعي، يرمي زبل في وقته داخل صاشيه، الله يهدر وحدهم اللي يدي شي وحدهم اليمونتير، حاجه اللي عنده حاجه تاع الزجاج ولا كذا يديرها حاجه في بلاصتها باش يخمو تانيك على الخدامين باش ما يتزرحوش، ويرموا في الوقت ونتعاونوا كاع باش نخلوا البيئه ديالنا نقيه. مجهودات عمال النظافه لوحدهم غير كافيه ما لم ترافق بوعي وتعاون المواطنين من اجل العيش في بيئه صحيه ومحيط نظيف. ونبقى دائما في أجواء عيد الأضحى المبارك، حيث قام وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد اليوم بزيارة تضامنية إلى مختلف مصالح المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة. زيارة وزير الصحة تأتي للاطمئنان على مداومة الأطباء الساهرين على صحة المرضى، لا سيما مصلحة فحص المصابين بفيروس كورونا ومصلحة الإصابات وطب العظام، حيث أشاد بجهود الطاقم الطبي المجند للتكفل بالمرضى خاصة
في زمن الجائحة. نعمل زيارات تضامنية مع عمال الصحة وبالخصوص يوم العيد وبالخصوص مع ارتفاع عدد الإصابات. احنا حتما كوزير ومع الأعضاء المستشفى نعمل زيارة. احنا عملنا زيارة في المستشفى من 17 لأنه هو رمزي، الوقت ما سمحناش، لكن هذه الزيارة حتى وكانت تضامنية مع الزملاء اللي راهم يعملوا، هذه متوجهة لكل العمال، عمال الصحة والحماية المدنية وكل من يعملوا أولا يوم العيد وبخصوص هذا الوباء اللي نطلب ربي إن شاء الله يرفع علينا، وهذا طلب لربنا إن شاء الله، وهذا بفضل عمال الصحة إن شاء الله اللي راهم كلهم متواجدين وكلهم متضامنين وكلهم جندين. ومستشفى بن عكنون بالعاصمة في أول أيام عيد الأضحى المبارك لا يخلو من الأطقم الطبية المداومة التي تسهر على علاج المواطنين والحفاظ على سلامتهم وفق بروتوكول صحي صارم، يقول مالك درحمون. هكذا كانت الأجواء في مصلحة الاستعجالات بمستشفى العظام ببن عكنون بالجزائر العاصمة، أطقم طبية تسهر على توفير العلاج للمواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك. تأخرت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة ببن عكنون كل الإمكانيات من ناحية الموارد البشرية أو الإمكانيات الطبية المستلزمة الطبية. رانا واقفين على المرضى اللي راهم يجيو خاصة الجروح من ذبحة العيد، رانا نتهلاو فيهم إن شاء الله. النصيحة نوجهها للشعب الجزائري يضحي، وما قلناش ما يديروش ضحية بصح يلتزموا بالشروط تاع هذا، خصوصا على بالهم بلي رانا في الوباء والناس راهي توفى. المواطنون أبدوا رضاهم على الخدمات التي يوفرها المستشفى بعد تلقيهم لإصابات بعد نحر الأضاحي. بارك الله فيهم، هنا تحس القيمة تاع مهنة الطب، كي تصرى الكعسة وتجي سبيطر في الأوقات الحرجة هذه، والله غير إن شاء الله يكون في ميزان الحسنات ديالهم، هذه هي ما شاء الله، والله يعطيهم الصحة وربي يجيب شفاء لكاع مرضانا ومرضى المسلمين. كي كنت شايد الشغل الموس تخليه من وخرج ليه من. وشنو هي نصيحة للجهة الشعبية اللي راهي؟ قولهم يردوا بالهم، ياخذوا حذرهم وخلاص يردوا بالهم. ليبقى التزام المواطنين بالشروط الوقائية وبالبروتوكول الصحي السبيل الأمثل للحفاظ على سلامة الجميع. وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك بالعاصمة تشهد معظم الأحياء تباينا في مداومة المحلات التجارية على اختلافها، في حين عرفت المخابز توافدا للمواطنين بعد ضمانها الخدمة منذ الساعة الأولى لنهار اليوم. كريمة رشمط. أول أيام عيد الأضحى المبارك من العاصمة، شوارع وبعد تعطرها بالذكر من مساجد الرحمن ها هي تعج بالمواطنين لقضاء حاجاتهم بين تباين مداومة المحلات التجارية وضمان الخدمة لدى الخبازين. مازال ما حلوش رانا نستناو نديرو هذه المخبزة، نستناو فيها باش نديرو رشين عليها. كاين الخبز سنيتو بزاف ولا كانوا فاتحين؟ واحد 20 دقيقه هكذا كانوا فاتحين، الخبز كان يطيب هذا ما كان. الخبز كاين الله يبارك هكذا، انا منظمين الاحوان قليل، ولكن احنا الخباز نتاعنا في الحومه كل عام قايم بينا كما ينبغي. هذا وين كملنا الصلاه، هذا وين تلاقاو كاع نقولوا صحه عيدك لبعضنا بعض. عادي كلش عادي، من 4:30 وحنا محلولين، غلقنا رحنا صلينا عاودنا جينا، هذا ما كان. وعيدكم مبارك و ولعقوبة العام الجاي إن شاء الله. هجرمة مغلوقة كل شيء محلو، لهم بولونجيه قهوي سفيرة طوالة بولونجيه، كان كل خير كل خير كاين. هي أجواء من الرضا بين أوساط المواطنين تعكسها حس مسؤولية التجار تبركا ببركة نفحات العيد. الآن إلى تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، حيث سجلت 1298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و23 حالة وفاة، فيما تمثل 704 مرضى للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة حسب ما كشفت عنه اليوم وزارة الصحة، والتي تشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية.
ونظرا لارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كوفيد 19 برنامج جزائر مباشر يخصص سهرة اليوم حصة خاصة حول الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية من كوفيد 19 تتابعونها على الجزائرية الثالثة. متابعة طيبة. ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا تتواصل بالمديرية الجهوية لمجمع سوناتراك بحاسم سعود حملة تلقيح واسعة لفائدة عمال المجمع. عبد الوهاب دحماني يفصل. في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا تتواصل بالمديرية الجهوية لمجمع سوناتراك بحاسم سعود عملية تلقيح العمال على مستوى جميع الوحدات والفروع. شركة سوناتراك تعطي أهمية كبيرة لصحة العمال، لذلك تم تصدير هذه الحملة وبدأنا كذلك التلقيح في مركزين اثنين في قاعدة 24 فبراير وقاعدة أودبي، وكان هناك يعني ستاف طبي واقف على ذلك. عملية التلقيح التي وفرت لها جميع الوسائل المادية والبشرية تعرف إقبالا من طرف العمال وفق الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا. après la sensibilisation la ميجونا بكثرة احنا المريض كيجي صباح ربي يجوز عندنا pour un questionnaire شوفوا لي زونتيسيدون تاعو اسكو عنده مرض ديابيتيك ولا هايبرتونديو منا اسكو يدي سو تريتمون أنتي كواغيلون ولا حاجة أخرى. أنا جيت هنا من أجل باش نلقح نفسي وقاية لي ولأهلي ولأبنائي، وأرجو من إخوتي العمال يعني قاع يساهموا في ذلك. الحمد لله الفاكسان جيتنا في الوقت المناسب، نضى بينا الناس كل دير كبار وصغار راهو مليح اللقاح. الوضع راهو خطير جدا باش نحمو نفوسنا ونحمو عائلتنا والشركة والمجتمع بصفة عامة. وستتواصل العملية لتمكين جميع عمال سوناتراك من تلقي اللقاح لحماية أنفسهم ومحيطهم المهني والأسري من خطر الإصابة بهذا الوباء. انتقل اليوم إلى رحمة الله المدرب القدير نور الدين سعدي عن عمر ناهز 71 سنة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. للإشارة فقد درب الفقيد منتخب الوطني لكرة القدم وعدة أندية جزائرية وعربية. جثمان الفقيد سيوارث ثرى غدا بمقبرة بوزغن بتيزي وزو رحمه الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونعود ثانية إلى أجواء العيد، حيث تكتمل الفرحة بتوزيع 180 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بتوغرت. المتابعة لمصطفى هتهات. توزيع مفاتيح السكنات على 280 من مكتتبي صيغة البيع بالإيجار عدل بتوغورت تم في حفل خاص أقيم بمقر الولاية. الحمد لله على كل حال، الفرحة اليوم فرحة ما تتصورش كما نقولوا، معليش مارغري جات روطار على كل حال، مي الحمد لله نتمنى التوفيق لجميع المكتتبين الباقيين. عائلات الحمد لله فرحانة، ونشكر كل من ساهم في تسريع العملية وفي التسليم. نشكر كل السلطات اللي وقفت عليها، المكتتبين، الجمعية اللي وقفت. توزعت المساكن عدل والحمد لله اليوم رانا من المستفيدين من مساكن عدل 2013. إن شاء الله نقولوا العقبة للناس اللي بقاو، وإن شاء الله عقبة للناس اللي ما عندها سكن أنه يسكن. اليوم رانا فرحانين بزاف كي وصلنا لهذا اليوم اللي نستلموا فيه سكنتنا بعد يعني وقت طويل، وإن شاء الله العقبة اللي مازالوا يا ربي. ويضم برنامج البيع بالإيجار بولاية تقود 800 وحدة سكنية، منها 100 سكن ببلدية تماسين تستكمل بها أشغال التهيئة لتكون جاهزة للتوزيع. بالنسبة للبرنامج تماسين السكنات منتهية بها الأشغال، بالنسبة للترسير منتهي، إن شاء الله التوزيع نتاعها راح يكون بمناسبة 20 أوت. بالنسبة لبلدية تقود راح اليوم إن شاء الله نشرع في توزيع 280 سكن من حصة 500 هذه، وإن شاء الله في الثلاثي الأول اللي هو سبتمبر، يعني الثلاثي الثالث اللي هو سبتمبر، راح تكون حصة نتاع 74 سكن، والباقي إن شاء الله راح يكون نهاية السنة. ويتزامن توزيع هذه الحصة والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتعد الأولى في هذه الصيغة تتبعها أخرى قادمة.
الآن إلى البقاع المقدسة، حيث بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم في أول أيام عيد الأضحى المبارك النفير من مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي ثم الحلق والتقصير قبل التوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. قام الحجاج برمي الحصيات التي قامت وزارة الحج والعمرة السعودية بإهدائها للحجاج، هذا بعد تعقيمها مسبقا في أكياس خاصة لكل حاج وفقا للبروتوكولات الصحية الخاصة بموسم الحج لهذا العام. نهاية النشرة وتابعتم فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ الشعب الجزائري والجالية الوطنية بالمهجر وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية والجمارك وكل الأطقم الطبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جموع المصلين عبر مساجد الوطن يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في أجواء إيمانية واحترام كامل للإجراءات الصحية. توافد كبير للمواطنين بالعاصمة على المذابح لنحر الأضاحي مراعاة لشروط النظافة والمراقبة البيطرية، وكاميرا التلفزيون ترافق جهود عمال النظافة في إزالة مخلفات عملية نحر الأضاحي والنفايات. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في منى ويقومون بنحر الأضاحي قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. نشرتنا تمت، شكرا لكم على متابعتها، صح عيدكم وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم، تواصل تفاعل على مواقعنا على الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله.